أنتقل مشاهدينا إلى قطاع غزة، وهذه صورة مباشرة من هناك مع مراسل المملكة باسل العطار. صباح الخير باسل، على ما يبدو أنت موجود الآن بمجمع الشفاء الطبي، آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة، ونبدأ من الوضع الإنساني. هل هناك حصيلة جديدة للجرحى وللشهداء الذين ارتقوا يوم الأمس وخلال القصف المستمر لغاية هذه اللحظة؟ صباح الخير. ربما هذا الأمر وارد جدا، الارتفاع في أعداد الشهداء في ظل ما شهده القطاع من ليلة صعبة جدا، وإن كان هناك مصطلح آخر بحثته كثيرا ربما عن مصطلح يليق بما حدث بسكان قطاع غزة هذه الليلة من أزمات ومن خوف ومن دمار، فلم أجد أي مصطلح يصف ما حدث من كارثة في القطاع هذه الليلة. إسرائيل وسعت وبات قصفها من عنيفا جدا، الغارات الإسرائيلية دمرت أحياء بأكملها، عمليات إخلاء بين الحين والآخر لمناطق ويتم تدمير هذه المناطق، قصف لكل شيء في القطاع دون أي خطوط حمراء، سواء مباني سواء أبراج سواء مؤسسات سيارات، حتى الطواقم الطبية كانت اليوم هذه الليلة أيضا هدفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي. بدأت هذه الليلة صعوبة عندما قصفت إسرائيل حي الكرامة الواقع شمال قطاع غزة، وتم إبادة الحي بالكامل، كان هناك محتجزين داخل الحي تم إخراج العشرات منهم، بينما ما زال مصير من تبقى مجهولا، إما على قيد الحياة ينتظر من يجليه من تلك المنطقة بسبب تقطع الاتصالات، أو من استشهد ومن أصيب وما زال تحت الركام وينتظر من ينتشل جثمانه أو ينقذه باتجاه المستشفيات. بعدها إسرائيل توجهت إلى المناطق الجنوبية، منطقة جيزان النجار تم قصف تلك المنطقة بشكل كبير، أكثر من 50 غارة تم توجيهها باتجاه هذه المنطقة الصغيرة نسبيا، والدمار هناك كبير وأعداد الشهداء والجرحى كبيرة، وما زالت أيضا الطواقم الطبية عاجزة عن الوصول لتلك المنطقة. المناطق داخل مدينة غزة، الشريط الساحلي شارع الرشيد بالأمس، وهي المنطقة التي تضم عدد من الفنادق في القطاع، إلى جانب أيضا أنها منطقة سكنية، فوجئوا باتصال بإخلاء هذه المناطق. الفنادق كان يتواجد بها موظفون من مؤسسات دولية وأيضا صحفيون، وهناك أيضا من جاء زيارة لقطاع غزة واحتجز بسبب الحصار الخانق المفروض، فغادروا على عجالة تلك المناطق قبل أن يتم قصف الشارع بشكل كبير. سمعنا عشرات الغارات، هو لا يبعد كثيرا من مكان وجودنا عشرات الغارات استمعنا لها أثناء عملية القصف، لكن لا نعرف حجم الدمار بسبب صعوبة الوصول الآن إلى تلك المنطقة، وبالتالي بالفعل روز كانت ليلة صعبة، وما زالت أيضا أعداد النازحين الفلسطينيين في ارتفاع، ومن المتوقع أن تصل لأكثر من 200,000 في ظل المناطق التي تم تدميرها. نعم باسل، يعني تحدثت عن حي الكرامة، تحدثت عن حي الرمال، وتابعنا الصور ومشاهد عن إبادة هذه الأحياء. هل تم تحذير سكان هذه الأحياء قبل بدء القصف وقبل بدء الغارات الوحشية على تلك المناطق؟ يتم التحذير بأسلوب يجمع ما بين الإشاعة وما بين الجد، لا يمكن الجزم بأن ما يحدث هو عملية تحذير. إسرائيل تنشر
خرائط على صفحات الناطقين باسم الجيش الإسرائيلي أو ما يعرف بمنسق المناطق منسق المناطق في الضفة وقطاع غزة في جيش الاحتلال. لا يوجد انترنت من الأساس في كثير من المناطق هنا روز، لا يوجد تيار كهربائي لشحن الهواتف، فبالتالي كيف سيعلم المواطنون أن هناك تحذيرا كما تقول إسرائيل أنه تحذير باتجاه هذه المناطق؟ إذا صدفت الأمور وتمكن أحد سكان المنطقة من الاطلاع على ذلك فإنه يبلغ من يستطيع وبالتالي تبدأ عمليات الإخلاء، لكن القصف شديد والدقائق الإخلاء هي أو فترة الإخلاء هي دقائق، ولا تستطيع أن تصطحب معك في حال كنت في هذا الموقف إلا ما خف فقط والضروريات من ورق ومغادرة على الفور، لأن إسرائيل لا تمهل كثيرا من الوقت في كثير من الأحيان حتى لو كان على حساب أحياء بأكملها. نعم باسل، هناك بعض الأخبار العاجلة التي تشير إلى استشهاد شقيق قائد كتائب القسام محمد الضيف وإضافة إلى ابنه وحفيدته أيضا، ما مدى دقة هذه الأنباء؟ هذا ما تم تداوله بالفعل، أن المنزل تم قصفه، منزل محمد الضيف. سأجعل قليلا الكاميرا ربما حمزة تنقل الحال الذي وصل إليه مستشفى الشفاء الطبي. هؤلاء مواطنون اضطروا لمغادرة الأحياء على عجال، يلتقون هنا، أشاهد جيران يلتقون هنا، يسألون عن بعضهم، يسألون عن جيران آخرين لم يتمكنوا من المغادرة. بالأمس كان المجمع الشفاء الطبي قبلة غالبية النازحين بسبب قرب المناطق التي تم إخلاؤها وطلب إخلاؤها من الجيش الإسرائيلي، فتوجهوا إلى مجمع الشفاء الطبي. هذه الليلة لم يتمكن أحد من الذهاب مثلا إلى مراكز الإيواء التي الطريق إليها ليس سهلا ومن الممكن أن يتم الاستهداف. أما فيما يخص الخبر هذا ما تم تداوله بالفعل، من الممكن تأكيد هذا الخبر أن شقيق القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بالفعل قد استشهد وعدد من أفراد أسرته. نحن نتحدث عن قصف إسرائيلي لمنازل أيضا من قيادات حماس، بغض النظر إذا ما كان هناك أحد متواجد أو من عدمه يتم قصف المنازل بشكل مباشر، وهذا أيضا يطال منازل المدنيين. نحن لا نتحدث عن منازل قيادات فقط حماس، هناك منازل مأهولة تم استهدافها. بالأمس نقلنا على الهواء مباشرة مجزرة في حي الصبرة في المناطق الشرقية لمدينة غزة، عندما تم قصف مربع سكني بشكل مباشر، أضرار كبيرة، شهداء. على الأقل خلال ساعة شاهدنا ما يقرب من 15 شهيدا نقلوا من تلك المناطق. مثلا في منطقة دير البلح، وربما هذه الجريمة الكبيرة التي كانت ليلة أمس، 15 شهيدا من عائلة واحدة جلهم من النساء والأطفال استشهدوا جراء استهداف منزلهم، وما زال آخرون منهم تحت الركام وتعجز طواقم الدفاع المدني على انتشالهم. وهذا الأمر دفع ربما وكان دافعا بشكل أكبر للدفاع المدني لمناشدة الفلسطينيين الذين يمتلكون معدات ثقيلة، ضرورة التواصل مع الدفاع المدني لتنسيق الجهود للمساعدة في عمليات إزالة الركام والمساعدة في عمليات إنقاذ من هم تحت الركام، سواء كانوا شهداء أو سواء كانوا جرحى أو حتى أحياء. هناك أحياء متواجدين حتى هذه اللحظة لربما تحت أنقاض الأبراج والمنازل السكنية، لأن إسرائيل حتى عندما تحذر تتحدث عن مربع معين يتم تدمير هذا المربع، لكن القصف يطال أيضا ما حول هذا المربع الذي سيتم استهدافه، وبالتالي يكون المواطن في منزله فيتفاجأ بأن القصف
قد وصله، إذا كان يمتلك الحظ فإنه سيستطيع المغادرة، أما إذا كان حظه سيئا فلن يتمكن من المغادرة، أو في كثير من الأحيان ستنهار العمارة فوق رأسه ورأس عائلته. نعم. وهذا يلخص ربما الواقع هنا في القطاع. نعم باسل، سأعود مرة أخرى إلى الحصيلة، هل هناك حصيلة جديدة، أرقام جديدة وصلت لك من الأخبار يعني عن عدد الشهداء، الإصابات الخطيرة والحرجة؟ يعني حتى الآن الإحصائية الرسمية التي صدرت عن وزارة الصحة والتي صدرت في ساعات المساء الأولى يوم أمس قالت أن عدد الشهداء قد وصل إلى 900، لكن ما بعد إعلان هذه الحصيلة هناك ما لا يقل عن 30 شهيد على الأقل في مناطق مختلفة، سواء في دير البلح أو حتى في منطقة أخرى في المناطق الشرقية لغزة، تم قصف منزلين هناك بشكل متتالي. لكننا أيضا نتحدث عن أن هناك شهداء ما زالوا تحت الأنقاض في حي الكرامة. حتى هذه اللحظة تمنع إسرائيل سيارات الإسعاف من الوصول إلى ذلك الحي، وأي سيارة إسعاف تقترب يتم قصف هدف بجانبها واستهداف بشكل غير مباشر لها لتتراجع، ويمنع حتى اللحظة دخول تلك المنطقة، وهذا يرشح لارتفاع الحصيلة بشكل كبير. ونحن نتحدث هنا عن جثث الشهداء التي وصلت، بينما التي تحت الركام سيكون إحصاؤها صعبا بالتأكيد حمزة في ظل هذا الوضع. طيب، بنقطة سابقة أشرت إليها باسل وهي عمليات القصف، كنا نتحدث حول الاستراتيجية التي تنتهجها قوات الاحتلال وطيران الاحتلال في عملية القصف لبعض المناطق في قطاع غزة، وهي عملية المربعات على وجه الخصوص. هل اختلفت هذه السياسة بعملية القصف ليلة الأمس وفجر هذا اليوم، أم أنها ما زالت تسير بنفس الوتيرة وبنفس الطريقة وبنفس الشكل أيضا؟ الآن وأنا أتحدث معك حمزة، هناك قصف إسرائيلي يدور في المناطق الشمالية لقطاع غزة. إسرائيل وسعت من سياسة استهداف الأحياء بشكل كبير. نحن لم نعد نتحدث عن مربعات سكنية بمعنى أننا نتحدث عن كيلومتر مربع مثلا، نحن نتحدث عن أحياء ممتدة. بالأمس كان هناك حزام ناري تم تنفيذه على شارع في المناطق الشمالية للقطاع، الشارع طوله ما يقرب من 5 إلى 7 كيلومترات، تم تدمير الشارع والمنازل المحيطة به بشكل كامل. في أكثر من 60 غارة إسرائيلية أسقطت بها آلاف الأطنان، وأيضا حي الرمال هو حي كبير، نتحدث عن حي صغير وتم تدميره أيضا بشكل كامل، والآن بدأت سيارات الإسعاف من جديد بالوصول. ربما الطواقم الطبية ترى أن الوقت أو شروق الصباح فرصة للتوجه إلى الأماكن التي تم قصفها بهدف إسعاف من يمكن إسعافه، وأيضا التعامل مع هذا أو إمكانية التنقل، لكن هذا الأمر ليس سهلا، فنحن نتحدث عن طرق مدمرة، شوارع تم تغيير ملامحها. اليوم تفاجأت بصورة لمنطقة منطقة الجامعات، هذه المنطقة أزورها كثيرا حمزة وروز، اليوم عندما شاهدت الصورة لم أتعرف على هذه المنطقة، ظننتها في البداية في منطقة في دولة أخرى، بينما مع بعض الملامح البسيطة تمكنا أنا والزملاء من تمييز منطقة الجامعات التي سويت بالتراب بكل ما تحمله الكلمة بالمعنى. وبالتالي إسرائيل وسعت وبات قصفها، وسعت من دائرة الاستهداف وبات قصفها أكثر عنفا، وتستخدم أطنان من المتفجرات في عملية القصف وبشكل متزامن وعنيف.